بنتيجة 3 أهداف دون رد حسم المنتخب السوداني المباراة التي جمعته بالمنتخب الفلسطيني، وبذلك يكون قد قطع لنفسه تأشيرة لعب مباراة الدور الربع النهائي لكأس العرب لأقل من 17 سنة. الهدف الثاني بيتمثل لنا الكثير جدا والكبير، يعني المباراة مع الحبيبة فلسطين، نحن يعني هي منافسة كرة القدم، لكن لو غير كده بالتأكيد نحن هنكون أول ناس واقفين مع فلسطين بكل تأكيد، لكن هي منافسة كرة القدم من أشقاء ولازم يكون فيها منتصر. نحن سعيدين جدا أن قابلنا فلسطين بغض النظر عن فايز مين، فايز بالنتيجة، لكن شرف كبير لنا وفخر كبير أن نلعب فلسطين. والله هي طبعا على حسب المنتخب اللي انت هتقابله في دوري الثمانية، بكل تأكيد يعني في البداية كل المنتخبات بطيخة مقفولة، ما كان في ما شفنا المنتخبات بصورة جيدة، ما تفرجنا عليها، لكن بعد بداية البطولة بكل تأكيد يعني أصبحت كل المنتخبات كتاب مفتوح، يعني بالتالي الاستراتيجية بتكون حسب المنتخب اللي انت هتلعب معه وحسب مجريات المباراة. زرت كثير، تنظيم بشكل رائع، استقبال بشكل رائع من جميع الملاعب اللي دخلناها، يعني هذا الهتاف اللي من الأطفال اللي كثير شفته في الملاعب، عن جد دولة الجزائر محبتها عمالها بتزيد كثير كثير في قلوبنا، يعني شكرا كثير لهم، شكرا لكل من ساند المنتخب الفلسطيني، وإن شاء الله بتنعم الجزائر وبتضل خير عطول يا رب.